وبداتي اهلا وسهلا كثيرين بخير، لبست عليكم كلشي مزيان، اموركم هانيه صحيحه لاباس، كاع تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه. المهم بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي صراحه جابت لي الضحكه اخر مره، فعرفتي شحال ضحكت، راه درت المونتاج عرفتي، والله حتى بكيت بالضحك. داك اللقطه فاش قلت لكم البلاش راه فيا الجوع عرفتي شحال ضحكت، وي 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 شحال ضحكت شحال ضحكت ناري عرفتي، راه مت بالضحك حيت داك اللقطه فاش كندوي معكم اقسم بالله الا راسي مرفوع، كنحس براسي مرفوعه ما كايناش في داك العالم. بنات اللي تيقول لي اسي ضروري خصك ديري هذا التحاليل ديال الخزان، ادير المعلومه قال لي حتى بابا، حيت هو كما عارف الانسان تيكون عنده السكر تيكون عنده معلومات وتيكون عارف بزاف د الحوايج اللي ما تيعرفهمش الشخص اللي هو عادي، كيولي يعرف داكشي ديال الطبيب لانه في العاده هو كيدير داكشي. بابا مره كيدير داكشي ديال الخزان، ما عرفتش على 6 شهور ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هكا، والله ما عرفتش بالضبط. المهم كيدير التحاليل مره باش كيراقب السكر ديالو، ابار على التحاليل العاديين كيدير ديال الخزان. فكان قال لي شحال مره بابا قال لي خصك اسيد ديري ديال الخزان، هذيك مع صراحه اللي عمرني ما درتو، كندير غير تحاليل عاديين، كنمشي للطبيب تيقول لي خصك ديري تحاليل السكر، ملي كنديرهم تيقول لي ما عندك والو، فهادو اللي خاصيني. حاجه اخرى فعلا هاد القضيه ديال شي طيح السكر، راه بعض المرات تنكون تنهضر مع بابا في التليفون تنقول ليه بابا قطع غنموت، كيقول لي مالك، كنقول ليه السكر طاح، كيقول لي جري، لانه عارف الا ما كان معك حتى شي واحد الله يستر تقدري تغيبي وتبقى تقول اه حتى الله يستر كاين اللي كيتوفى فيه كاين اللي كيموت، يعني السكر راه ما معاش اللعب. الا طاح انا راه بعض المرات تيطيح لي السكر والله العظيم الا تنبدا نترعد ما تنبقاش قادره نزيد، وحق الله العظيم شحال مره كطرى ليا. لهذا داكشي علاش فكنحاول ماكسيموم انني نشبع حسن من نوصل لذاك المرحله ديال انني يجيني الجوع ونبدا ناكل في الحلاوه. الحلاوه عندي كدمرني الا خرج عليا الحبوب، يعني كتنوض ديال الحبوب، داكشي علاش ديال الكبيدات. دابا انا غنوجد الفطور اختي، غنمشي يدي فاري المدرسه، والحمد لله الحمد لله كما قلت لكم داك المره فارين غتولي مع ارين في نفس المدرسه، هذه حاجه اللي زوينه لينا ان شاء الله باذن الله، لانه صراحه تمار وتولي معايا دابا هي كتمشي المشي ما فيهاش المشكل، تي هكا عند ارين خاصك تمشي لواحد البلاصه بعيده تتهزي فارين وتجري، ماشي بشويه خاصك طيري، خاصك تمشي كتجري عاد باش موراها خاصك ترجعي. وتخيلوا معايا حنا اخر وحدين تهزوا فارين، وداك اللي مساكن خدامين في المدرسه تيقول لنا حنا عاضرينكم ما كاينش المشكل، واخا تعطلوا غير ما تجروش في الطريق لانه عارفين انه عندكم البويض، الله يعمر هذا ضريفين داك الناس اللي في المدرسه. ايوا قلت لكم البنات ملي كنمشيو ضروري كضطري انك خصك تمشي تجري تهزيها عاد باش تمشي لواحد البلاصه تدوزي واحد الطريق تمشي تما راجعه للدار، يعني تماره. فان شاء الله باذن الله تشتا ندير انايا ما فهمتش المدرسه يقدروا يتلاقاو في الاستراحه مع بعضياتهم، يعني حاجه زوينه. ارين فرح ملي قلتها لي، قلت لي عول على اختك راه غتولي معاك في المدرسه، عرفتي فرح قلت لي غنبدا نتلاقى معاك، قلت لي اه. الفطور باش غادي نمشي، كنفكر انني غنكون اليوم نشري اللوازم ديال السفر، لانه البنات كيقول لي اسيا ما كاينش هناك هذا العام ما مشيتي بكري. اول حاجه داك يلا كنت مشيت في رمضان، جلس يعني جلست مع شي 3 سيمانات، زيد على دابا القرايه ديال الدراري يعني حبساني هنا، راه تخيل معايا الدراري باقيين كيمشيو للمدرسه شهر 7 وبلادهم غادي للمدرسه. الحويجات للوليدات ان شاء الله، حاجات لانه شي حاجات محلات باكستانيين خليت باختيار، قلت لي صافي سير انت جيب الدراري وانايا غنمشي نتكلف. قلت لكم البنات باش غنمشي ناخذ داكشي اللي خاصني ديال السفر، راكم عارفين المسائل ديال الوليدات. البنات اللي تيقول لي علاش عرك علاش ما بقيتيش ديري سامبل، شويه التغيير شويه بوكلي شويه سامبل شويه هكا شويه هكا تنملو شويه هكا شويه هكا، انه حاجه كتشديها مره واحده كتحسي براسك وجهك كتمليه، ماشي علاش مره تشوفوني بوكلي شويه سامبل شويه، كاين صراحه ارتحيت كثر في البوكلاج ما عرفتش علاش عجبني كثر. البنات مجرد الضحك ملي كنلبس جلابه وكنخرج كنمشي بحال كاسطا وقدر كيبقاو يشوفوا فيا الناس، كنحس راسي بحال كندير عرض الازياء كلشي كيشوف هكاك عرفتي عالم كلشي كيبقى يشوف، عرفتي العيالات بعد مرات كيسولوني والله العظيم انجليزيات. وما انا وصلت للسونتر دابا البنات باش ناخذوا بالدراري حويجات، عرفتي راه مايمكنش بحال مرة كتشوف فيا بالضحك، عرفتي راه اللباس المغربي متميز جدا جدا جدا. حبيباتي جيت البريمارك، بنتي فارين كترتاح في الكسيوات ولا شي حاجه تكون بحال هكا شورت فضفاض وهذا بحال هكا لي ستيل تيكونوا بحال هكا على شكل شورت لاصقين هكا كيحمقوني صراحه حوايج ديال البريمارك زويونين سنين. وزائد حاجه اخرى تشوفوا كيدوزوا بهم على الصيف وصافي،
نقدر نخلي دابا عندي داري الحمد لله، نقدر نخلي في هذاك الشيء اللي غادي نحتاجه، الحاجه اللي غتصغر عليهم كصعب انهم يخرجها. كنشوف باربي البنات نتفكر اياماتي ديال الصغر، عشي باربي ولات دايره بوم معاو ثاني، كنت من عشاق باربي. الوالده الله يرحمها شحال كانت تشري لي باربيات، كنت نموت عليهم. قولي دابا ياك ما بغيتش تشريها لراسك عاوتاني، والله الا كيبانوا لي حوايج باربي كنشريهم لراسي، بحال داك الملابس الداخليه تيكون سليب سميطاش، راه قلت لكم شنو هو سليب سميطاش عندنا حنايا. هو داك اللي كيكون ديال السماطي في الكتاف. شوفوا البيجامات يا اختي شحال غزالين، شوف فنين داكشي ديال ديزني توب، داكشي غزال كيوت. عرفتوا البنات السيمانه اللي فاتت كنت جيت لهنايا البريمارك على وديت غير جيت ناخذ شي حاجات، كانوا مايوات واعرين ديال البنيشات صغيورين، دابا الصراحه لقيت ولكن داكشي اللي زوين في طيات كبارين، حيت هنا دابا بحال تقول صافي الصيف غيسالي واقيلا عندهم شهر 7 بحال هذا زوين. وانت هو لقيت الصراحه شي حاجه اللي ناضيه، شوفوا هانتوما داكشي عادي بحال هادو زوينين باريني يقدر يعجبها. يا اختي الفن الحويجات ديال البنات، شوف داكشي شحال غزال كيحمقوني حويجات البنات ديال البريمارك فنين. شوف حتى ديال الدراري تيديروا لهم ديزاينات زوينين، كان ديال البنات داكشي ديما تيكون زيد نغزة. هانتوما شوف بحال فنين لي كولور، هانتوما حاجة تنسيك في حاجة، هادو كتاخديهم جوج تيجيو مع بعضياتهم، كتزيدي عليهم الشورطات ديالهم. واو شوف الشورطات شحال مستيلين، داكشي غزال هاد الكولور هذا فن. شوفوا شوفوا لي غوز كيدير. دابا غنشوفوا الارين، دار قفرتها ارين ما ديتوش معايا مع دايره معاه، قلت نخرج راسي مع ما يمكنش دابا الا دي شي واحد ثاني غينوضها، ضروري خصك ديهم بجوج. الشورت ارين في الحوايج ضروري خصو يكون حاضر سبايدر مان وداك مارفل، ضروري داك الرسوم جوج الحوايج ضروري خصهم كان بابترو. ناري ارين عنده بزاف اختيارات. صافي خديت لي التيشيرت، دابا غنشوف الشورطات شي حاجه ارين سترا ولا ما يمكنش تجين حتى هو كنتفاداه، ولكن بعض المرات تلقاي واحد جين مريح بحال هذا تيكون إلاستيك تيكون مريح بحال هكا كيكون كيتجبد، كاين واحد جين تلقايه قاصح حجر هذاك ما كيلاقش ليه، تشوف حتى هو البنات حتى هو كيلاق ليه، حتى هو كيجي خفيف شو شحال خفيف بزاف زوين. وانا تشوف البنات خرجوني من البريمار قفرت، شوف خرجوني راه ما بقيتش قادره نخرج، خرجوني عباد الله. العملية بنجاح، دابا راجعين إن شاء الله للدار، خديت الدراري بقى ليا القياس ديال البارين، واختيار كان يلاه هزها من المدرسة، قال لي ما عرفتش القياس ديالها، قلبت لها رجليها، قال لي قياسها ممحي ما باينش، حيت دابا هي رجليها ما بين تنظن والله ما عرفت 7 ولا 8، أنا ما بغيتش ندير لها الغلط حيت كاين رقم صغير رقم درجة مزيرة قدا جواز، داكشي علاش ما بغيتش، قلت صافي باقي ليا نهار آخر عاوتاني إن شاء الله نرجع ونزيد ناخد تنايا، ما خديت ليا والو أنا اليوم داخل ليا راسي، ما بقيتش كنستحمل الصورة بزاف. خويا البنات والله ما بقيتش نستحمل الدوران بزاف، عرفتي دابا درت صافي قلت وصلت عند حدي بركه، الا زدت شويه مازال صافي ما بقاش عندي الراس فين يهز. المهم خديت الدراري الحمد لله فكيت عليا اري وبارين، خديت لهم حويجاتهم حتى ان شاء الله للدار ونوريكم شنو خديت. انا كيحمقوني حويجات بريمار، كنمشي بلايص اخرين كيبان لي داكشي سامبل وبعقلو، الدراري عزيز عليهم اللوينات عزيز عليهم داكشي ديال الرسوم. بنات جيت غنمشي ناخذ شي حاجات من هنا محل باكستاني هذا باش نتقدى السميتو للعشاء، ناخذ شي حاجات للعشاء ان شاء الله صافي، وديك الساعه نتحرك للدار ان شاء الله. شي ارين عيط ليا قال لي عيط لمامي، قال لي فين مشيتي، قلت لي مشيت ناخذ لك حوايج، قال لي علاش ما ديتي ليش معاه، قلت لي راه خصك هذا شكي، قلت لي داكشي كاع اللي وصيتيني عليه نجيبو لك، عارفه انا ديك المره تيقول لي بغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي، وليت حافظه شنو كيبغي. المهم حبيباتي غنمشي ناخذ مسائل ديال ويلي ويلي، واش هادشي فين حل ليا، اختي تشهيت الراس كنت باغا ناخذ الكرعين ولكن ما مشوطينش مزيان، شو كيبان فيهم الزغب، ناخذ الراس اختي تشهيت وشوفو نتوما. بسم الله بغيت تشعل قبل حاجه تتسقى الحوايج بون العادي، شوفو دابا تدخل لينا عليا غنبلكو شويه الكاميرا نازله تحت، لانه داك هاد اللي كتوقف عليها الكاميرا، هادي اللي كتوقف عليها الكاميرا تهرست ليا داك الايد ديالها
اخر مره كنت حاطه والدراري كيلعبوا بها، فخصني ناخذ واحده اخرى ان شاء الله، لانني حجه وزيرانيش انا بغى ناخذ داك الرينغ لايت اللي تيكون صغير، حيت انا عندي وحده كبيره بروفيسيونال بحال تقولي ديال المصورين وداك الشيء شحال هذه. فاش يلاه بديت في القناه كنت خديتها فكبيره بزاف، خاصني شي وحده اللي تكون صغيره، عرفتي صغيره عندي في الدار، شريت بحالها شريتها في المغرب صغيره وكديري فيها التليفون. صراحه هذيك احسن، تقدري ديري فيها التليفون واقف بغيتي جنب عينك، صراحه احسن. المهم حبيباتي دزت تقضيت، لقيتو ما كاينينش وقيلا خرجوا، ما بغيتش نعيط لهم 100% خرجوا ما يلعبوا صافي. هنايا خديت الفواكه، خديت صافي المشماش الفراز، عشي الفراز فارين ما شاء الله شحال كتحمق عليه، حتى المغرب ويعجبك هاتي الفراز ديال المغرب بنين، تيكون العسل هنا تيكون زويون، ولكن اغلبيه تلقاه داك لي زوين دغيا كيخسر. خديت بوينينات وخديت ديال اللمات عيشات والخضره هنايا باش غندير اللاقه، لاقه الفران ديال الدجاج. خديت هنا لا لا الرياضه ديال الحولي، الراس ديال الحولي البنات احسن احسن احسن، الا ما لقيتوهش مشوط بحال دابا هذا لقيتو مشوطو ناري، ما تقوليش ليا فيه الزغب، غنشوف هانتوما بحال هذا مشوط، كاين اللي عرفتي ما مشوطينوش بزاف غير بحال تقولو غير عاطين فيه اللون، تتلقيه حل شو عرفتي كطيبيه والله ما كيت بعدا كتشدي تكرطيه كيتمارا كيطيح لك الكشاف. هذا ورغم ذلك غير تهيجو خديتو، اما نورمال ما غنطيبوش اليوم، اما نورمال كيعجبني بلا جلده عرفتي الراحه التامه هكا كيكون كيشعل، حيت في المغرب حنا نورمال كنشوطوه بزاف، يعني كدي عندك كيشوط سميتو ولا كدير الفرناتشي كيبقى يحرق فيه حرق فيه حرق فيه حتى كيوليك حل، كتشديه كتكرطيه تيولي على مزينات وتيطيب زوين ما فيه لا زغب لا والو. هذا واش هذا التشواط راه دابا هذا هذا الصراحه منقينو من اللور ما فيهش داك المشكل، هذا ولا لا غنديرو النهار ديالو ان شاء الله غنديرو غنديرو في الثلاجه، وديما قولوا لهم يقسموهم لكم على جوج باش كيجي يدخل ليا في واحد راه كيدخل، الا كانوا جوج راه ما غاديش يدخل لك في الطنج في الكوفور. ايوا صافي البنات دابا غنوجد الخلطه ديال الدجاج، انا ديما الدجاج باش الدجاج ولا اللحم باش كيجيني محمر كندير فيه الكاتشوب البنات كيجي غزال. حارات فلفلات حارين غنديرهم ان شاء الله لهذا، غنديرهم ان شاء الله للاطا. الدجاج ديما كنخشيه في اللاطا كنديرو في كنديرو في اللاطا كندير عليه الملح والزيت كندخلو الفران الاولاني كيتحيد منه داك كيطيب من الداخل عاد باش كندير ليه الخضره. البنات اللي تيسولوا على القرايه واش ساليتو واش هذا كيبان لنا ارين باقي غادي للمدرسه، حنا راه باقيين كيقراو البنات دابا، علاش حيت وسط العام عاطينهم العطل بزاف بحال تقولوا داك الشويه ديال اللي مطيرين لهم من الصيف زايد لهم في الوسط العام، يعني مقسمين لهم داك العطله كنا كانوا دايرينها لهم في الصيف احسن حاجه. ايوا هذا هو اللي كاين، وكما قلت لكم ما بغيتش نغيب للدري ما كاينش شي سبب زعما اللي غادي نغيب ليه على المدرسه. ايوا هنا غندير العطا ديالي في الفران وغنوريكم دابا ان شاء الله الحويجات اللي خديت للوليدات حبيباتي. بعدا نبدا لكم بالطريبي يا لالا بان عليا الجو ديال الصيف ياك بالطربوش. انا البنات شوفوا شحال النيون صراحه عجبني الستيل ديالو مجموع، زائد حاجه اخرى فن الوالده الله يرحمها مسكينه الله يوسع عليها الحق يرحمها ويوسع عليها فضنا، كتجبيه كتحم قريبه الطرابج ديما جيبي واحد كنت ديما كنجيب معايا واحد ليا وواحد لها ديما ديما انا وياك كنلبسو بحال بحال في الطرابج. شوف البنات كيفاش جا غزال السيل ديالو بحال ديال الكاوبوي وفي نفس الوقت غزيول، هذا خديتو من بريمارك، كاينين موديلات بزاف زوينين كاين الكبارين، انا هذا بغيت نلبسو شي في الايامات العاديه ماشي بالضروره تكوني غادا للبحر ولا للبيسين ولا هذا، تلبسي شي في الايامات العاديه يكون الشمس تقدري ديري صغيور. المهم حبيباتي غندير لكم داكشي اللي قدامي، خديت هنايا جوج ديال الساشيات ديال الحوايج وغنوريكم حاجه بحاجه. هنا اول حاجه البنات خديت الفارينة الكسيوة هذه، شوفوا شحال غزي ولا لا كولور ديالها شحال غزال، باش نقربكم شويه شوفوا البنات شحال غزي ولا لا كولور ديالها فنه، وهذا الظهر ديالها شوفوا كيفاش داير على مزيناتها. قلت لها التسجيل هذا حتى هو بحال هكايا، ركزت لها على الكسيوات مرخيين حيت انا حفظتها عرفتي عام على عام تتحفظي، حيت الولد راه ماشي بحال البنت في اللباس ديالهم، يعني كتميزي شنو هي الحاجات اللي كيرتاحوا فيهم، كترتاحي في الثوب هذا اللي كيكون هكا مرخي وشي حاجه تكون فضفاضه، هي كتعرق اكثر من ارين
وفي نفس الوقت ما ترتاحش لحاجه تحيدها ما تعقلش عليك. هانتوما السيل هذا داير هكا وعلاش حاجه مصيفه هكا هكا وفيها شورت من التحت هكا. الفارين هاد الطريبيش هذا شوفنا شحال زوين كيجي هكا في الغوز فيه دو فاس تقدري تستعمليها بهذاك الفاس تقدري تستعمليها بهذا الفاس هذا بحال هكا دبلات هاد المينيه هادي الفارين ديال الجين جا مع اي حاجه فيها الجيوبه من هنايا المايو هذا بصراحه ديك المره عرفتي راه كاين شي حاجات فيهم داك داك ديري لهم واحد السيب بحال فرين ولا فرين كيجيو غزالين ما لقيتهمش لهاد المره. خديت لهاد دو بياس هذا على هاد الشكل هكا وخديت لها هادو ملابس ديال التحت لانه في الصيف فوقاني ما كتبغيهش فخديت لها هادو تلبس الكوشه ديالها. وعلى الله البنات قالوا لي اسيا فطمتي فارين تاقو بيا تفطمات في المغرب ردع حيتها لها فكانت اوكازيون زوينه انها حيدتها في المغرب وان شاء الله ليك واش قالت لي صاحبتي شي مريم قالت لي كوني هانيه انا غادا نعاونك فيها حتى غتحيد لي كوش نجربوا حظنا على الله على الله تحيدو من تما. انتم شفتوا خديت لها البنات هادو ديال تحت هذا هو الفعل ديالها مش عليك. وهنا البنات خديت لها هاد لي تيشيرت هذا حمقولي صراحه زوين شوفوا انتم البنات هذا في الصفر وكاين هذا في الغوز كيجيو لاصقين مع بحال هكا كيجيو مع بعضياتهم تشريهم بجوج بغيتي تاخديهم من راسهم ولا بغيتي تاخدي لهم الشورت ديالهم. انا خديت لها الشورت ديالهم حتى نوصل لهم البنات ما لقيتش الشورطات على الله عندك كنكون نساتهم ليا داك اللي كدير. هنا خديت الفارين هاد الشورت هذا شوفوا ركزت لها على هاد الثوب هذا خفيف بحال هكايا وفيه الاستيك ما يطيح لها ما والو هانتوما البنات على هاد الشكل هذا وعلى هاد الشكل هذا كيجيو زوينين كيجيو جوج في حلقه مع بعضياتهم. هانتوما البنات موردين هذا الستيل اللي عقلتو وريتو لكم داك المره خديتهم ليها خديت لها بحال هاد الستيل هذا كترتاح فيه هو زويون كيجي مرخي تاكلو بيه. دابا تخيلي معايا باش تمشي تقولي لهم راه عطيتو الشوطات كاينش 100% خديتهم 100% خديت لها الشورت حيت ما حديه هزيت هادو عجبوني الا هو الشورت ديالهم كاين داكشي تنشوفوه من بعد. هنايا خديت الفارين هاد المايو الثاني ديالها باش تبدل به الستيل ديالو بحال هكا من القدام هاد الرسوم هادو بحال الغلاف ديال ارين الناموسي ديالو. وهنايا اللور ديال الظهر ديالو داير بحال هكايا في بابيه كنشوف شناهي الحاجه ديالها اللي باقه. خديت لها الشورت ديال الجين هادو كومفورطابل بالنسبه لارين والجين ديالهم زوين كما قلت لكم الاستيك تيتجبدوا والثوب ديالهم جين اللي خفيف ماشي داك الجين اللي ثقيل بزاف. انا خديت لها الشورت عاوتاني على الشكل هذا بحال هكا وفيه الجيوبه من القناش مريحين بزاف. هنايا خديت لارين عاوتاني شورت اخر هذا اللون غامق هذا ناس الشبهات وهذا غامق بحال هكايا. وهنايا بدلت لي ستيل شويه ما درتش بدلت لي بحال خشوب طريبيش. وهنايا خديت الارين هاد الشورت هذا ديال العمان يقدر يستعملوا العمان يقدر يستعملوا الخروج فيه هكا مارفل وكيجي معاه كل حاجه كتباع بوحدها يعني كيجي اسوغتي معاه حتى هذا ديال مارفل ها نتوما شوف ديال هوك شتو البنات. هنا خديت الارين شورت بحال هكايا ديال باف ترول كيحمقوا لي علاش قلت لكم ديال برايمارك زوينين كاين داكشي الدراري اللي كتفرجوا فيه تلقاهم داكشي زوين. انا نتوما الفوقاني ديالي يقدر يلبس هذا الا بغى الا جاه البرد الفاطي وداكشي صراحه ما شريتهمش البنات غيتقلوني وانا عندي باجاج وما عنديش اصلا شي. انا دابا تنفكر نقدر شي حاجه ديالي ما غنديهاش لانني ما كاينش فين غنزيد ما كاينش والو مبلوكيا ما عديتش معايا داكشي ديال الدار صافي ما بقاش عندي فين نهز. شوف البنات الشورت بحال هكايا هذا ديال ارين فيه الويمينات وهنايا الشوميز ديالو حتى هي على هذا الشكل هكا الويمينات. هذا السيل ديال ارين فاش كانت صغير يلاه عنده عام عام ونص كنت نلبسو بزاف هاد السيل ديال لي شوميز سونيك
بحال زويون هذا فن غيحماق علاش انتم فاش غيجيو غنوريو لكم شنو غيدير. وهنايا خديت ليه كاع الرسوم اللي كيتفرج فيهم. خديت ليه هنايا هذا ميكي ماوس، شوفوا الظهر ديالو وشوفوا الوجه ديالو غزيول حتى الكولور توب فن. هنايا مازال شورطات اخرين اكثر الاري شورطات مزيان حيت كي الدراري دابا اري فاش كيكون في المغرب كيبدا يتمرمد يبدا يلعب ويطيح وداك الشيء. حاولت انني خديت ليه الشورطات باش شو اللون غامقين البيض ما درتش به الا هذا عجبني سونيك كيحمق على اري خديته ليه. اما راه شو حويجاتو كاع غامقين ما درتش نحس بيض انه البيض كياكل الدق في المغرب صراحه بزاف. انتم يبدا الشورت في الكري وهنايا هذا في المطار. انا غنقلب دابا الروسي ديالي هو عندي الروسي غنقلب فيه واش فيه داك الشورت حيت انا عاقله راسي. ها انتم راه ما كاين هنا مكشوف تعيليه طاحت عليهم نيشان غدا غنمشي لها. غتقدر دابا تكون جمعاتهم وطاح ليها عشي عيني سبحان الله طاحت في نيشان الشورت تيجيو جوج مع بعضياتهم. هانت لي البنات هاد الستيل هذا شوفوا شحال فن لا شوميز الثوب ديالها ديال الخيط غزال هادي عشي راه مريحه دي لبسها الراحة التامة. وهنايا خديت ليه اخر حاجة علاش غيبان لكم يقدر يبان لكم ارين حوايجو كثر من فارين حيت فارين ديجا خايدة لها كساوي عندها شي ست الكساوي خايداهم لها. هانتوما الا ما خديتيش الارين سبايدر مان غير هوك يلاه سيري يلاه شري ليا صافي. وهنا خديت ليه هاد الشكيكيرة اخر مرة كان شاف وحدة وكاين هادي حسن منها شاف واحد الشكيكيرة قال لي ماما شري ليا شكارة باش نبدا نديها معايا ونمشيو للبيسين. قلت ليه لا ارين هادي ماشي ديال هاديك زويونه ولكن ماشي بحال هادي دي حسن علاش شوفو ديال بلاستيك شوفو شحال زويونه يعني ديال البحر ديال البيسين فهنايا يعني كتبان الستيل ديالها ديال الفزوقه واخا تفزق ليه ماش ميطرا لا والو. ايوا عجباتو ديال سبايدر مان دابا غنوريه هادي غيحماق على هانتو ديال الزين اري هانتو نزر ظهرو فاري ما عندهاش مع هادشي تعطيه لا تلوح ما عندهاش مع الزن ديال شي هادشي حاجه. هانتوما خديت لي ملابس داخليه وهنايا خديت ليهم نظارات ديال وهنايا خديت ليهم نظارات ديال العمان هادي ديال فارين وهادو ديال ارين اللي خديت ليها ديال البنات في الغوز. هذا هو اللي كاين حبيباتي. بلاتي باقي مازال ما ساليتش. وهنايا الصنداله ديال ارين هادي ديال السماطي وديال بلاستيك يعني واخا يدخل بها الماء ويدخل بها داكشي ما تقطع ليه ما يطرى ليه والو. هانتوما شفتو شحال زويونه ومريح. وفرش ليه ما خديتش ليه علاش لانني يلاه تقضيت لي اخر مره داكشي ديال الرجلين. والمهم الدراري كتفرحيهم وفي نفس الوقت حنا راه ما عندناش حاسه تقولوا لي البنات كيقولوا لي ديما علاش كتشري لهم الحوايج بزاف زعما ملي تكوني غاده وراه المغرب هنا البنات كيعجبوني الحوايج ديال هنا زويونين ديال الوليدات الصغار. المغرب حتى هو راه تبارك الله فيه الخير وفيه بلادنا على راسنا وعينينا راه تمشي ليها تنشري عاوتاني باش نكونوا واضحين. ولكن هنايا كيعجبني داك الستيل تلقاي ليه سونيك هادي في بلاصه وحده تلقاي ليه داكشي ساهل ماشي كل مره نبقى ندور بلاصه حتى الكاليتي الصراحه حتى هي زوينه كل حاجه وبلاصتها بلاصه كلشي موجود دابا فين ما مشيتي مشيتي للمزنبيق مشيتي كلشي موجود. حنا كنديو هكا كنسهل عليا تنبغي نمشي يلاه نمشي يلاه نوصل نبدا ندور نقلب على الحوايج ولا هذا هو اللي كاين البنات. هنايا تشوف هاد الخيمه هادي ديال هاد الجبل ديال الحوايج كي غندير ليه البنات كان ندير له الحوايج العار. هذا بعدا غنعطي الارين يهزو معاه من البدايه قبل ما يمكن انا طيب يهزو معاه في ظهره. دابا هذا هو اللي كاين حبيباتي قولوا لي الراي ديالكم ونتسنى داك اللاطه الطيب باش نوض نقصيوها وما نطولش عليكم حبيباتي. هذا هو اللي كاين غنوض موراها غناكل نقصيو داك الشيء. ها انا يا اختي واخا شويه تحرق داك الشيء مع سميتو جاو الدراري وبدلت ليهم يلا بدلت لهم داكشي ونسيت خليه يشوف المجهد. اما الداخل راه ما تحرق ما والو غير حيت الفران ولا عندي فريش شو من الداخل هذا راه كان مجهد من الداخل حرق هنا لا هذاك الفران راه خصو يتبدل. ايوا صافي المهم طاب ليا داكشي ديالي